السابق ولا الوزراء السابقين ولقيت حقك حتى هاد الحاجه قبل سنه صبر لنا فينا ما نتلج او كلنا نبرز دون الراس كنخدم نمشي. اذا من في العدد الوثائق عدد الوثائق اللي سكن السريه ورسلتي حتى الحكومه الاخبار ما بين المياه والغابات وما بين المحافظه العقاريه دانا تحفظ متنا هذا كلمه زيد ولا زال. اذا نستكمل العدد الالوف الكتارات في التحفيظ لا الخبر من باب النسبان. اذا الله يجزيكم بخير نقولوا الطلاب الحكومه وعجل الملك عاد كاين حق غايه لان غادي تفوت الصبر غادي تفوت رحال الجكال الغنمات رحال الجكال الغنمات الهلكنوت الاغتصاب نقاط جميع المسائل العادة باش نزلنا يمزيغ. اذا نطلب الحكومه جلاله الملك عاد رجع كان نسلم الاقتصاد كان يكون الدان الظاهر 1916 كذلك الظاهر 24/9/22 اذا كري ورنس ولا رنس كيوس ما حدث تحقيق المطالب لنا وشكرا. تحيه السي ابراهيم ابو عرار الكنس المير معنا كذلك الاستاذ عطيز. الاستاذ عطيز السؤال اللي عندنا مطروح هو قانون تنزيل المراعي اشنو تقدر تقول لنا على هذا على التنزيل؟ هاد المسيرة كبيرة في الدار البيضاء هي مسيرة ديال الساكنة ديال سوس اللي خرجت عن بكرة أبيها باش تستنكر السياسة ديال الدولة سواء المتعلقة بالخنزير البري أو المتعلقة بتحديد الملك الغابوي أو المتعلقة بالمراعي والرعي الجائر أو كذلك اللي كتعلق بالمناجم. هاد السياسات كلها سياسات توضعات طريقة غير ديمقراطية سياسة غير شعبية لأنها ما قامت شيء على الشراكة ولا الحوار ولا التفاهم. على بلاص على بلاص سيفو بلي على بلاص جاو السكان باش يستنكروا هذه السياسات ويطالبوا بإعادة النظر فيها ويطالبوا بالحقوق ديال السكان في الأرض والحماية ديال الممتلكات ديالهم الخاصة وكيرفضوا استيلاء الممتلكات في من خلال هذه السياسات هذه وكيعتبروا بان الحوار ديال الدوله خصو يكون حوار جدي خصو يكون حوار حكيم ماشي حوار ديال اضاعه الوقت لان الناس ما بقاوش قادرين يصبروا انه يضيع لهم الوقت ويضيع لهم الممتلكات ديالهم. فيما يخص يعني نتحدث عن الغابه رغم غياب يعني مواصفات الغابه. ميرسي مسيو الله يجازيك بخير ميرسي ميرسي الله يجازيك بخير سي بون سي بون بروفيسور الله يجازيكم بخير.